كشف الإعلامي المصري محمد علي خير تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدا أنها لا تستطيع الخروج من المستشفى ولا تستطيع الوقوف على قدميها ومغادرة الفراش، ولا تستطيع أيضا أن تترك الأكسجين، وطالب من جميع المصريين الدعاء لها بالشفاء العاجل، وأكد أن هناك مشكلة كبيرة ستواجه دلال عبد العزيز إن أراد الله وخرجت من مستشفى، وهي العلم بخبر وفاة زوجها الراحل سمير غانم، لأن هي لغاية دلوقتي ما تعرفش إن زوجها رحل الله يرحمه. ونشوف بقى أسرار تانية عن هذه العائلة اللي كانت المفروض الناس بيعتبروها أسعد عائلة في مصر، وحاليا عايشين في حالة من الحزن طبعا لوفاة سمير غانم وحالة دلال عبد العزيز. ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة. أيضا تم تداول الصورة ديت اللي احنا شايفينها بكثرة في الأيام الماضية على إنها لدلال عبد العزيز من داخل العناية المركزة وهي لابسة ماسك الأكسجين، لكن تبين إن الصورة غير حقيقية، وفي مشددين هناك على إن محدش يخشلها أبدا ولا يصورها، واللي بيخشلها بس بنتيها إيمي ودنيا، وطبعا تلاقيهم بيخشوا بملابس ملونة عشان ما تعرفش إن سمير غانم رحل الله يرحمه. نشرت إيمي سمير غانم صورة للورقة المتعلقة خارج غرفة الفنانة دلال عبد العزيز اللي هي في العناية المركزة حاليا بعد إصابتها بفيروس كورونا. الصورة الحزينة ديت مكتوب فيها: المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها، يا رب، وقلب ووجه زعلان وبيعيط. حيث قالت مصادر طبية في المستشفى الذي تعالج فيه الفنانة دلال عبد العزيز أن حالتها الصحية ما زالت غير مستقرة وخطرة. وأوضحت المصادر وفقا لجريدة الوطن المصرية أن دلال عبد العزيز تعاني حاليا من التهاب رئوي شديد أثر على رئتيها بصورة كبيرة، موضحة أنها ترفض إجراء أي مسحة طبية جديدة. وقالت المصادر أن الفنانة دلال عبد العزيز موضوعة على جهاز تنفس صناعي هو سباب ليمدها بالأكسجين نظرا لتراجع نسبة الأكسجين لديها، وأنها ليست فاقدة الوعي بل قادرة على التواصل مع من حولها، لكنها لا يمكن أن تستمر في خلع ماسك الأكسجين لفترة طويلة. وأكدت المصادر أن الحالة النفسية للفنانة دلال عبد العزيز سيئة، وأنها في بعض الأحيان ترفض الحصول على بعض الأدوية. ربنا يشفيها. وقالت المصادر أن القضية هنا ليست في سلبية المسحة من عدمها، بل فيما خلفه الفيروس من تأثيرات على الجهاز التنفسي، موضحا أن تأثيرات الفيروس عليها صعبة بدرجة كبيرة. وقالت المصادر أن أسرة الفنانة دلال عبد العزيز طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بخبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم حرصا على صحتها النفسية. وعليه طلبت إدارة المستشفى من طاقم التمريض والأطباء بعدم إبلاغها بالخبر أو حتى التحدث عنه أمامها أو الإجابة على أي أسئلة تتعلق بصحة الفنان سمير غانم إذا ما سألت، كما منعت إدارة المستشفى أي وسيلة إعلامية يمكن أن تعرف من خلالها خبر وفاة الفنان سمير غانم. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر طبي قوله إن دلال عبد العزيز تسأل الممرضين باستمرار عن زوجها سمير غانم وحالته، وأنها تريد مقابلة بناتها
خاصة أنها ممنوع عنها الزيارة بسبب كورونا، وتابع المصدر أن الأطباء والممرضين يحاولون طمأنة قناطير على بناتها، ومنعوا إخبارها بوفاة سمير غانم حاليا، لكنهم قالوا لها أن حالته كما هي ليست جيدة، تمهيدا لتعريفها بالحقيقة في وقت قريب. ودنيا سمير غانم، ودي إيمي سمير غانم، وكتبت إيمي عبر انستجرام: مش هقدر استحمل لو حصل لك حاجة، قوم يا ماما أرجوكم. وإليكم الآن آخر تسجيل صوتي للفنان الراحل سمير غانم، وهل فعلا تنبأ بوفاته؟ وبالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد إنه جاي، مش عارف. لا والله ما عنديش حاجة في رمضان، الصحة متركبة شوية كده، مش بس هطلع مع ضيف شرف مع دنيا كده في حلقة، لأن حتى دنيا 15 حلقة بس، كذا مسلسل السنة دي 15 بس عشان الكورونا، يعني يعدي على خير بس إن شاء الله. أما بخصوص ماذا يفعل سمير غانم حينما يحزن، ففي لقاء نادر وبالتحديد في فترة الثمانينات تحدث سمورة أسطورة الكوميديا متى يشعر بالحزن الشديد، وذلك ردا على سؤال المذيع، وقال: بعد انتهائي من تصوير فيلم يا رب ولد سافرت إلى أمريكا برفقة أخي الأصغر مني سيد، وكان دراعي اليمين، وكنت مرتبط بيه جدا، وذلك من أجل إجراء عملية زراعة كلية له لأنه كان مصاب بالفشل الكلوي. العملية للأسف فشلت، وتوفي أخي الحبيب بعد العملية ب 24 ساعة، ورجعت إلى مصر برفقته، ولكن لم يكن يجلس بجواري في الطائرة، ولكن يركض في صندوق خشبي مع أمتعة المسافرين. كنت جالس في كرسي لوحدي ومفيش حد جنبي، وكانت الطيارة كلها مصريين، وقعدوا يجولي ويهزروا معايا وعاوزيني أرد عليهم بنفس طريقتي المعتادة في الهزار والضحك، لكن ما كنتش قادر أتكلم ولا أضحك ولا أهزر، وكانوا مستغربين جدا مني، وحاولت بكل الطرق إني أخبي دموعي لكن ما عرفتش. طاقم الضيافة خدوا بالهم وبلغوا كابتن الطيارة بأن سمير غانم من ضمن الركاب وفي حالة غير طبيعية، والحزن الشديد باين عليه. فوجئت بكابتن الطيارة ترك غرفة القيادة لمساعده، وجه قعد جنبي وقعد يستفسر عن حالتي غير المعتادة، فرديت عليه: أنا كنت مسافر وأخويا قاعد جنبي، ودلوقتي راجع وهو في صندوق خشب في بطن الطيارة، ومش عاوزني أبقى حزين وأبكي. رد علي الطيار وقال لي: البقاء لله، وشد حيلك واحمد ربنا إنك راجع بيه مصر وهتعرف تدفنه في بلده. أنا كنت طيار حربي، وبرضه أخويا الصغير طيار حربي، وكنا مشاركين في حرب أكتوبر المجيدة. شفت أخويا وهو بيتحرق قدامي في طيارته اللي أصابها صاروخ، وأنا مش عارف أعمل له أي حاجة، وكمان كملت كل أيام الحرب وأنا شايل جوايا حزن وألم ما يقدرش عليه أي بشر. تابع سمورة حديثه قالا: قلت في سري اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، والحمد لله وربنا بعت لي الراجل ده في الوقت المناسب عشان يعرف يهون عليه.